للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، ماذا بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا سيما أن أمام القوى السياسية اللبنانية مهلة أسبوعين كما تعهدت أمام الرئيس الفرنسي بتشكيل الحكومة؟ يعني هذا تحدي كبير وضع هذه المهلة أمام تشكيل أو ولادة الحكومة المرتقبة، خصوصا وأن الجميع يعلم في لبنان أن أصعب الاستحقاقات الدستورية عادة تكون في تشكيل الحكومات. لما لذلك من يعني تعذر على الرئيس المكلف عادة لإيجاد ما يرضي كل القوى والكتل السياسية المشاركة في السلطة أو الائتلاف الحاكم؟ طبعا المشاورات النيابية غير الملزمة انطلقت قبل قليل في مقر الرئاسة الثانية، حيث يجري الرئيس المكلف مصطفى أديب أو يستمع إلى مطالب الكتل النيابية وآرائها. بالطبع هناك تكرار لمطلب أساسي عند كل الكتل النيابية، وهو الإسراع في تشكيلة حكومة اختصاصيين، لكن هذا العنوان بات فضفاضا كما اعتدنا في التجارب السابقة. قد يكون هذا المطلب مشترك، لكن الشياطين كما يبدو تكمن في التفاصيل. عمليا الانطلاقة الجدية لمشاورات تأليف الحكومة تبدأ بعد انتهاء هذه المشاورات، وهي تجري عمليا بعيدا عن عدسات الكاميرا وداخل الصالونات السياسية. هناك محاصصة سياسية قائمة لا شك، لكن هل يتم التراجع عن هذه المطالب أو التخفيف منها على اعتبار أن لبنان ما عاد يملك ترف الوقت حسب ما أكدت النائب بهية الحريري، والمجتمع الدولي يرصد ما سيسفر عن هذه المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة، حكومة ذات مهمة كما يصر الفرنسيون على تسميتها، وهي مهمة تكمن وتتحدد بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط لاستئناف تسليم المساعدات والهبات التي رصدت للبنان في مؤتمر صادر قبل نحو عامين. إذن المشاورات مستمرة، لكن لا يمكن رصد ما ستكون عليه شكل وهوية هذه الحكومة بانتظار مشاورات الغرف المغلقة كما بات متعرفا عليه. مراسلتنا دارين الحلوة من بيروت، شكرا لك.